هذا المعرض أول من نوعه على مستوى العراق. بالنسبة لأهمية هاي المعرض تسويق لأعمال الفنانين على مستوى العالمي، يعني ما كان عندنا إحنا موقع على إنترنت يسوق أعمال فنانين العراق وبالأخص فنانين من كردستان. مشاركة كلش عظيمة وشيء كلش حلو وكبير ويعني مثل شيء تشجيع كلش هواية ودعم، وهاي أول معرض حقيقي أشارك بها بسليماني. أنا من محافظة كركوك، ففرصة كلش حلوة لي يعبر عن إحساس الإنسان أو عقل الإنسان من مليان بألوان وأفكار حلوة، لكن يجي عليه الظروف ما حلوة يسبب له غرق، يعني يغرق بأفكار متشائمة أو سلبية ويروح الأفكار الحلوة والإيجابية. أنا اليوم شاركت بلوحتين، لوحتين واقعيتين، وأحدهما يعبر عن الممثل رحمه الله سمير غانم بصورة واقعية، وعن تراجيديا والدراما الذي قدمه خلال مسيرته الفنية. حاول تسامته بصورة أبستراكت واقعية، والثانية يعبر عن قصة، وحاولت هذه القصة بصورة واقعية أن أرسمها عن طريق هايبر رياليزم على ورق الفابريانو، والماتريال هو الفحم.